السلام عليكم. مئات من قذائف المدفعية أطلقتها ميليشيا الحوثي والمخلوع على مدينة عدن على الأحياء السكنية وبيوت المواطنين، تسببت بكوارث بحق هؤلاء المدنيين الذين نزحوا من بيوتهم في مشاهد مؤلمة أحدثت جراحا في القلوب والأجساد لا تزال بعضها طرية نازفة على الرغم من طول الأمد. قضيتنا اليوم مع جريح مدني أصابته شظايا قذيفة انفجرت بالقرب من منزل أسرته وقتلت أحد جيرانه فيما كانت الجروح من نصيبه. الجريح والطالب الجامعي رمزي خالد في هذا الفيلم، نشاهد ثم نعود. كنت نايم الظهر بعد الغداء، بعدين خرجت لنهاية الشارع، كان جنبي واحد تكلمنا وهو أجت القذيفة لخلفي مباشرة بيني وبينها خطوتين. أشوف إلا من بعد ما اختفى كذا الغبار قليل خف، أشوف وهو مبطوح بالأرض ويلاطم بيداته وما يقدر يقوم. أقوى أبو قال لي ابني كان صعب، أنا أعطيت له مي، قلت له شربه مي، خليه شهاد يكبر، أنا ما اعتقدت إنه بيعيش عاد، الحمد لله على كل شيء. بعدين لما اليوم الثاني قالت أمري أعيا الخبر إنه بيجيبوا لي موته، خلاص إنسانة قد فوق القذيفة إيش بيكون نهايته. أجيت أبزه قابوا العيال البابور، وأجيت أبزه الرجل هذه حقه الذي اقتطعت، تدخل يدي هذه كامل، هذا الدعسة دارت في الجنب الثاني، والرجل الثاني هذه برضه مخشخشة بس مش ما تدورش. نقلونا إلى أطباء بلا حدود، أنا كنت مو معليه، خرج لبي واحد من العمال حق أطباء بلا حدود قال له وقع على بتر التنتين رجوله أو بيصيبه وغرغرينا. بكيت، جلست بكي وهي لما ثاني يوم الصباح. أبي اتصل بأخي الكبير، كان مرافق فوق قائد جبهة السفينة بمستشفى النقيب، كان مصاب، راح لهناك حجز لي سرير وفتح لي حساب، وأخذنا من أطباء الحدود إلى النقيب. كان في تاريخ 1/8/2015 النقل، أما الإصابة كان في تاريخ 25/7/2015. بعدين تكفلوا مستشفى النقيب، قاموا بالواجب واهتموا في بي إلى آخر درجة، بس كان معاهم مشكلات الأعصاب حق الرجل اليسرى، كل الأعصاب انضربت، معي الحبل الوتر اللي يحمل القدم ضر نهائي، القدم نازل حق. هذا كتب لي على هذا الموضوع الأعصاب، كتب لي تقرير نحتاج للسفر. حتى رحت أعطونا سفرة للأردن، تحركنا لما داخل الأردن هذا ما عملوا له أي شيء، جلس شهرين ونص أنا في داخل الأردن أنا وهم، ما فيش. بالشهرين ونص أعطوا له هو $300 مواصلات منها المشوار ب$5، مشوار ب$7، يوم الخميس ما فيش مواصلات، يكون زحمة العمال وهذوك تشل توقف البابور يستقل لك $10، وصرف $100 $71 من حقهم. كنت ادخل خلاص اروح انا ادخل الفندق اجلس محبوسي لما ثاني يوم بهذا الشكل، نروح نصلح له مثلا ذا يروح عند الدكتور يقول له يا ذي ما فيش الا تضميد ولا فقط. حتى الان فقد النظر، نزل النص النظر حقه، صلحت له فحوصه صلحت له ذا، الان شوف الله يمشي على نظاره على. لما سافرت كنت مركب جهاز الزروف تثبيت خارجي يطول العظم، طلعت للأردن وأنا مركب للجهاز كان دايري على رجلي.
كبير 4 حلقات. هنا قالوا بنعمل لك عملية تعديل للعظم، ما رضيتش رفضت، لأنه من صلحوا له عمليات تعد من صلحوا له عمليات بالعظم تلتهب، يلتهب العظام حقهم. أي حد يعملوا له صفيحة ولا سيخ داخلي تلتهب. نحن بالأردن، أنا رفضت العملية حق الأردن، نزلت لعند الدكتور عبد الفتاح هناك بالأردن، تابعوا لي على الأعصاب، أعطونا بس العلاجات، قالوا لي جلس صلح علاج طبيعي. جلست أنا علاج طبيعي بالبيت بالغرفة هناك، وأنا بالأردن كانت بالفندق أجلس أحرك أصابعي، أحرك القدم، أحرك. الحمد لله دحين الأعصاب صلحت، بس معي مشكلات الوتر. قالوا لي بتبقى طول عمرك تلبس جزمة عاد تجي من تحت لفوق عشان ترفع القدم، لأنه فالت نازل عليها. أما العظام رجعت للدكتور عبد الفتاح السعيدي وقام بواجبه، الحمد لله ربع اللي كان نقص، بس الحين العظم ما التحمش. دحين وقع هو حالته النفسية صعبة، نفسه ما يتقبل أي شيء، لأنه ما يقدر يعمل لنفسه أي شيء، حتى الماء ما يقدر يشرب بالقلص، يعني كمان الناس العاديين يشتري له قارورة لما عنده تقيله ما يقدر يمشي. أول كانت أنا أشتغل، صرف عن نفسي، مسؤول عن نفسي، متكفل بنفسي بعياد بمدارس كل شيء. دحين صبحت تشعر نفسك عاجز، في عجز بالجانب المادي، في عجز كبير. لما تبقى على واكن على أبوك، واكن على صاحبك، واكن على الناس، ما تقدرش عاد ترجع زي أول ما كنت، ولا معتمد على حد، تكفل نفسك. الآن بصراحة تعبنا وتعب أمه وتعب حتى أصحابه، الليد منهار تماما جدا جدا جدا، حالته ما فيش ايش يفعل له، ما قدرش. يلا كافي، واخوانه كافي، ذا راتب 3 اشهر، انا عسكري في وزارة الداخلية بدون راتب. ادرس انا في كلية المجتمع دار سعد، قسم تخصص تسويق واعلان، سنة اول اكمل سنة اول، دحين ان شاء الله سنة ثانية. هذا خرج من المنزل إلى الشارع الرئيسي، وطلع مواصلات عادية إلى باب الكلية، وادخل الكلية والمروح كذا. أخرج من الكلية، طلع مواصلات عادية لنهاية الشارع الرئيسي، وبعدين أروح مش. أول أسبوع رحت الكلية، رحت وأنا على القاري قبل مسافر، وأنا على القاري كانوا يشلون أصدقائي ويدونه. كان يقولوا انت مجنون، ايش جابك، ايش بتعمل، جلس بالبيت بس، تعال امتحن. قلت لهم لا، كنت اروح على الجاري وانا اروح، سافرت ورجعت وكنت اروح. بعدين كانت الطرف الاصطناعي ما يناسبناش، جلست 5 شهور ما البسوش. بعد ما جيت من الاردن كنت ملبس الطرف الاصطناعي 5 شهور، كنت جالس. بهذه ال5 شهور وقفت قيد، فصل إجازة أكاديمية قطعت. بعدين ما عملت له حل للطرف، صلحت له حل، شفت إنه بدأ يناسبنا كذا قليل، ما عادش يسبب لي جروح، فتحت الإجازة الأكاديمية ورجعت أكمل دراسة. الحين سبب لي التهاب شديد بالعظم، حيث إنه قيح، والدكتور قال لي يمكن أنا أرفع البتر لافو إلى نص الفخذ، بس الحمد لله بعد 4 عمليات تصفية واستخراج الوساخ الحمد لله راح الالتهاب. العكس صار عجز مادي فقط، أما معنوي فهذا الإنسان يزرعه بينه وبين نفسه. حفز نفسي لنفسي، حصلت تحفيز من أهلي، من أصحاب منطقتي، من أصدقائي، من جيراني. خلاص بدأت أمارس حياتي كما ما كانت أول، بس المشكلة كلها بالعجز المادي. أنا أحس نفسي عالة في بعض الأحيان، أحس بنفسي أن أنا عالة على نفسي وعلى المجتمع، ما عاد زي أول، كثير حاجات تغيرت. إن شاء الله بعد التخرج لاقي عمل، نشتغل
بيروح هذا العجز اللي نشعر فيه، إن شاء الله بيتحقق هذا. ستيفن هوكينج هذا أكبر مخترع التكنولوجيا. هذا الصراحة إنسان هو عيق كامل، حتى الكلام ما يقدر يتكلم، بس صراحة أدهل العالم باختراعاته. فهذا أنا أشوفه، أنا أتبع خطواته إن شاء الله، يعني ما تخليش حاجة. إنك أنا اعتمدت على شيء واحد، إنه أصحاب الإعاقات دائمة ليسوا اللي فقدوا أطراف. أصحاب الإعاقات دائمة تفكيرهم اللي ما يشغل عقله الجاهل، هذا إنهم أصحاب الإعاقات دائمة. ما دامك عقلك شغال، تشتغل، تدرس، معك طموح، هذا ليس من أصحاب الإعاقات الدائمة. حقيقة الطالب رمزية من الطلاب اللي تضرب لهم المثل، خاصة بعد الحرب والمعاناة، فهو من الطلاب المجتهدين عندي رغم الإصابة. تخيل مثلا رغم الإصابة إنه يجي من سكنه مبكرا، وكذلك دائما يسأل على المحاضرات وعلى الدروس، وكان يعتذر أحيانا إذا كان بيروح المشفى ولا بيضمد ولا كذا، كان يعتذر يا أستاذ كذا يا أستاذ كذا. وكذلك علاقته بالقاعة علاقة طيبة، وهو نموذج لطلاب خاصة، طلاب خاصة، طلاب عدل، نموذج لهم رغم الإصابة إلا أنه مكافح وتحدى الصعاب. وهو من ساعد نفسه، هو من ساعد نفسه حقيقة. نحن نحاول نساعده، لكن هو يساعد نفسه قبل كل شيء، ويبحث علينا ويتصل يا دكتور أنا كذا يا أستاذ أنا كذا. حقيقة طالب يستاهل كل خير. أتمنى له كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله يقوم بسلامة من اللي فيه الآن. يتحدى المرض واحد، يعني لو أنا لو في بهذا يمكن كما بتحديش، هو يتحدى المرض ويشتي يدرس ويشتي يتعلم، وربي إن شاء الله يوفقه بحياته. يتعب لما يجي الكلية كأنه يجي من السفر، تعملها نحن صار لنا حن نجي ندرس نصلى أي حاجة، بس هو يجي كده هذا الشيء نبعطينا حابس إنه دروس، إنه رغم إنه واحد حتى لو حصل له شيء ما يأس من المستقبل، يعني يقدم لمستقبله. نشيات الحوثي وصالح هي المسؤولة الرئيسة على اللي حاصل بعدها، على الانتهاكات اللي حصلت للأحياء السكنية، انتهاكات كبيرة، هي تكون آمن تخرج جنب بيتك، في بعض قذائف وصلت للبيوت، هذه والله انتهاكات لازم يحاسبوا عليها الميليشيات وصالح، لأنه المدنيين لا حملوا سلاح ولا خرجوا وقاتلوا ولا شيء، قالوا مسالمين جالسين بيوتهم وناس عاديين. في بعض قذائف وصلت للبيوت وراحوا أسر بكاملها، في بعض قذائف وصلوا للشوارع. مثل هنا خرجت عادنا من بيتنا، خرجت من البيت إلى نهاية الشارع حيث ما أقعد يوميا، أجت القذيفة لا جنبنا، إيش جنبنا نحاسب من؟ نحاسب الميليشيات، بس فين القضاء؟ القصف حقه كان متعمد، لأن تقصف القذيفة تحط لمكان واحد، أول ما يوصلوا للمسعفين بيسعفوا اللي انصابوا، تجي القذيفة الثانية بنفس المكان، يعني قذيفتين متتاليتين بنفس المكان، هذا تعمد واضح. كفاية خراب، كفاية تدمير، كفاية ظلم. جزاهم عند الله، بيحاسبهم الله على الانتهاكات اللي عملوها بالمدنيين، يا شهداء يا راحوا، يا جرحى راحوا، سبب منها مشان ايش؟ مشان منصب؟ هذا سلم امرنا لله وبيحاسب الحبل.
سنوات مرت لن تندمل فيها جراح هذا الطالب الجامعي، سنوات وعملية طويلة ومجهدة من العلاج لم يتحسن معها سوى القليل من الحال. رمزي ليس الجريح الوحيد الذي لم تندمل جراحه، فهناك الكثير أمثاله من ضحايا عدوان ميليشيا الحوثي والمخلوع على عدن، لا تزال جراحهم نازفة ولا يزالون بانتظار اكتمال العلاج واستقرار حالتهم. لماذا تأخر علاجهم كل هذا الوقت؟ ولماذا ذهبت بهم الحكومة إلى الأردن والسودان للعلاج وعادوا من دونه؟ نناقش هذه الأسئلة مع الناشطة الحقوقية تسهيد عاصم، ستكون معنا من مدينة عدن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفتي من مدينة عدن الناشطة الحقوقية المهتمة بقضية الجرحى تسهيد عاصم. مرحبا بك أستاذة تسهيد. عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيك أستاذي. تابعتي معنا قضية هذه الحلقة، الجريح رمزي خالد من مدينة عدن، ما هو تقديركم لحجم المشكلة حاليا؟ يعني هل هناك جرحى آخرين غير رمزي يحتاجون إلى العلاج وحالتهم بهذا الشكل؟ يا أستاذي بالنسبة للجرحى، فعلا هناك جرحى ما زالوا محتاجين للعلاج وحالتهم، طبعا علاجهم لا يسمح في داخل عدن أو في داخل أي محافظة في اليمن، وإنما يحتاجون للخروج في أي دولة خارجية، بالذات لو كانت دولة الهند. لكن سؤالي كان عن العدد، هل لديكم أي إحصائية حول عدد هؤلاء الجرحى الذين يحتاجون إلى هذا التدخل الطبي خارج اليمن؟ حاليا أنا معي 5 حالات تحتاج لعلاج للخارج. نعم. وطبعا هذه الحالات من حرب 2015. نعم. وفي أيضا حالة من التفجيرات الأخيرة في عدن، حالة من ضمن يعني ضحايا العمليات الإرهابية تحتاج إلى عمليات العلاج الطبيعي. نوشاد، الجريح نوشاد، لا ليس علاج طبيعي، يحتاج لعملية النخاع، عنده شلل رباعي. نخاع الشوكي، النخاع الشوكي، شلل رباعي، أيوة. نعم. الجريح نوشاد من عدن في تفجير الصولبان في شهر يناير الماضي، يحتاج إلى تدخل يعني طبي دقيق جدا. بعض هؤلاء الجرحى حصل، طبعا مع العلم أستاذي أن هذا الجريح لم يتم الاهتمام به خالص، لم يخرج للعلاج خارج حدود عدن. ماذا عن الذين خرجوا؟ يعني بعض الجرحى حصل على فرصة للسفر للعلاج ومع ذلك عاد بدون أي تحسن، برأيك أين يكمن الخلل؟ يكمن الخلل أستاذي أنه هذه الحالات تم تسفيرها يا أما للأردن أو السودان، علما بأن حالتهم لا يمكن العلاج في الأردن أو في السودان، يعني في عمليات صعب أنها تجرى في السودان أو في الأردن، لازم تجرى في الهند، لازم تجرى في ألمانيا لصعوبة الحالة أو لصعوبة العملية الجراحية. لكن للأسف الشديد هم يخلوا الجرحى يعني يسفروهم لأقرب دولة وكأنهم يخلصوا منهم، وكأنهم خلاص يعني سفرنا فيكم والباقي هناك، وكأن الغرض تقصدي القول أن أن أنه يعني وكأن الغرض هو السفر وليس العلاج. نعم، وكأن الغرض وكأن نحن خلاص سفرناكم وأعطيناكم فرصة، لكن إيش هذه الفرصة إذا كانت الدولة اللي بيذهب إليها الجريح لا ليست ذات، لا يوجد يعني فيها، ما عندهاش
إجراء هذه العمليات الخطيرة أو العمليات المهمة جدا، صعب صعب جدا. تتراوح حالات هؤلاء الجرحى بين يعني احتياجات ماذا وماذا لو حاولت أن تلخصي؟ يعني مثلا أنا عندي جريح اسمه الجريح محمد جمال من عام 2015 منذ تحرير كريتر. عنده شلل تام، عفوا شلل نصفي، وعنده رصاصة ما زالت مستقرة في الدماغ إلى الآن. ذهبوا به إلى السودان، وعندما وصل إلى السودان طبعا عملوا له العمليات البسيطة، إلى أن وصلوا إلى العمليات الجراحية الكبيرة ليس لديهم الإمكانات ممكن أن يجري هذه العمليات. فرجعوا عدن كما هو، والآن في بيته لا ليس قادر على أي أمل غير الجلوس على كرسي نعم. المقعدين، وللأسف إذن هل ولا من بطل إلى مقعد. يعني الحالات كلها تتحدث عن يعني الحالات كلها تتراوح حول موضوع الشلل والنخاع الشوكي، أم هناك حالات أخرى لها يعني تفاصيل أخرى؟ في حالات مثلا ما بين النخاع الشوكي، وفي حالات ما بين عمليات الوجه، تدمير شامل للوجه يحتاج لزراعة وأعصاب، وفي إصابات في العين، يعني العين خارجة خالص محتاجة لزراعة عين. ومن هذه الحالات الخطيرة جدا اللي صعب أن تعمل أو تقرأ عمليات في الداخل، ضروري يعني من سفر وتدخل جراحي كبير. حالات معقدة. ما هو آخر ردود الجهات المسؤولة عن هذا الملف بالنسبة لهذه الحالات التي تتحدثين عنها؟ يا أستاذي، لم أترك باب إلا وطرقته. استخدمت الإعلام، استخدمت الرسائل، استخدمت الذهاب إلى كل أماكن أسمع أنها تعالج الجرحى، ولكن للأسف الشديد كل ما أذهب مكان مقصمين مشتتين، كل واحد يعالج أصحابه، كل واحد يعالج الجبهة اللي هو منتمي إليها. كثرت الجهات التي تقول بأنها مهتمة بالجرحى، لكن للأسف الشديد ليس هناك أي اهتمام. كثرة الجهات تضبط أنه صار الجريح لا يعرف إلى أين يتجه. إذن أنت تقولي أن هناك تداخل في الجهات التي يعني تتحكم بملف علاج الجرحى وتضارب فيما بينها؟ يعني أنا كنت أسمع بأن الجرحى هو اختصاص التحالف متمثل بالإمارات، وبعد كده صار من اختصاص مكتب يعني الجرحى تبع الصحة اللي هو مكتب حكومة. لكن ما في واحد منهم مهتم. يعني تطرق الباب ويقول لك يلا انا بعطيك تذكرتين للقاهره. يا استاذي، حاله الجريح لا تسمح للقاهره. طبعا هذا يعني بهذا الشكل انت تصورينهم وكانهم تحولوا الى مكتب سفريات والسياحه وليس مكتب لمراجعه يعني او لحل حالات ليس جرحة. هناك احد في عدن لا يعلم بان وللاسف الشديد ان التذاكر تصرف فقط للنزهه والسفريات. دعونا نكون على حق، دعونا نقول كلمه الحق. هؤلاء الجرحى هم أبطال صحيح. وهم في عهدتنا وفي ذمتنا، وحتى لو لم يكونوا أبطال هم ضحايا ومن واجب، وحتى لو لم يكونوا من يعني في النهاية هؤلاء مدنيين وتعرضوا لهذا الاعتداء الآثم في حرب مشهودة، ومسؤوليتهم هي مسؤولية صحيح. هذه الجهات حتى لو لم يكونوا من الأبطال المقاتلين. نعم. إلى متى سنضعنا نتكلم ونطلب؟ ما في أي اهتمام يا أستاذي، ما في أي اهتمام، فقط كلام، كله كلام في كلام. من المسؤول عن استمرار هذه المشكلة حتى الآن برأيك؟ نحن لا نستطيع أن نحن نلوم التحالف فقط، لابد أن نلوم حكومتنا. حكومتها هي التي جعلت مننا في عهدة التحالف. طيب إلى متى سنكون في عهدة التحالف؟ متى نتحرر؟ متى يكون لنا دور أو جهة رسمية نخاطبها؟ هل تقدم هؤلاء الجرحى بشكوى ما إلى النائب العام أو إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باعتبار أن ما يتعرضون له نوع من الانتهاك؟ يا أستاذي، الجرحى الذين أنا أعرفهم ناس مساكين، ناس عزيزين النفس، يعني سيفضلون المكوت في بيوتهم والموت في البيت على أنهم يتكلموا أو يطالبوا أو حتى يتوجهوا لأي لجنة تحقيق أو خاصة في هذا. يعني الناس مش عارفة فين تروح، الجرحى مش عارفين فين يروحوا للأسف الشديد. هل لديك
سيدة السيد، أي اقتراحات لحلول ما؟ الاقتراح الوحيد أن تشك أن يكون هناك تجديد في اللجان المسؤولة عن الجرحى. صعب أن تكون في تقصير من أي لجان ويظل النفس أنفسهم في المكان نفسه. لابد أن يكون في تجديد. نعم. إذا يعني أعضاء اللجان السابقة، أعضاء اللجان السابقة يصبحون هم أعضاء اللجان التالية تقصدين؟ يستمروا مثلا لهم سنتين هم أنفسهم تلك الوجوه. إيش فعلت لنا يعني هذه الوجوه؟ ربما لازم أن يكون رقابة. ربما يعني هناك من يرى أن هؤلاء أصبح لديهم خبرة في التعامل مع هذا الملف. للأسف ليس لديهم خبرة، إنما ملأت كروشهم وضيوبهم. خلينا نكون على حق، لازم نقول كلمة الحق في الجرحى. نعم. إذا لك أي رسالة أخيرة؟ أصبحت سلعة، علاج الجرحى أصبح سلعة وللأسف الشديد. نعم. هل لديك أي رسالة أخيرة سيدة السيد؟ رسالتي الأخيرة أوجهها لحكومة الشرعية، هؤلاء الجرحى في الأول والأخير في ذمتكم، سواء التحالف أهتم بهم أم لا، هؤلاء في ذمتكم أنتم. نعم. إذن الناشطة الحقوقية والمهتمة بملف الجرحى من عدن تسهيد عاصم، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ونضم صوتنا إلى صوت السيدة تسهيد في نداء لحكومة الشرعية بالاهتمام بهذا الملف، وحتى لو بلغ الأمر إلى فتح تحقيق من قبل النائب العام في هذه الحالات التي تم يعني تسفيرها إلى الخارج وعادت كما ذهبت دون أي فائدة ترجى ودون الحصول على الحق المكفول شرعا وقانونا في العلاج. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الطالب الجامعي الجريح رمزي خالد ورفاقه تم الرصد، في أمان الله. We'll be right back.